بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كان اصدقاء كسرين داخلين معانا جديده، فعاوزين يقولوا ايه؟ طب علي يوسف، انت كنت بتحقق ايه؟ لا انا كنت مكسر الدنيا، انا ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. وصلت لدرجات عليا من الغرور. اضحك عليك؟ لا، وصلت للاسف في المتاجره للغرور الشديد. ليه؟ تخيل واحد بيعمل 25,687 في 8 أسابيع، ده متاجر عامل إزاي؟ أنت متخيل؟ ده متاجر هلامي حاجة كده. إيه؟ بس الصفقات مفتوحة 7,000، فاهم؟ فكنت بتلاقيني والتراجع 12,500، تراجع كلي لكل الصفقات كانت 12,500. بس كنت بتعمل يعني كل 15 اسبوع مثلا ممكن اعمل 75,000 نقطه، 70,000 نقطه، 50,000 نقطه. يا جدعان الراجل ده ايه؟ انت فاهم؟ تعال نشوف، نجري الفيديو ده اهو، عمال اتكلم اهو. استنى ابص بقى، بص استنى الحته ديت. الصفقات 999 صفقه، نسبه الصفقات الرابحه 93%، حاجة والله العظيم. الواحد كان بيعمل حاجات هلامية. يعني بس وصل لحد الأدنى بقى 2400، هو ده بقى اللي أنا قلت لك. بس أنا ما كنتش بدخل الهيدج، ده كان اتجاه واحد وليس هيدج، وكان بقى أقصى عدد الصفقات المفتوحة 99 صفقة. بص كنت حاجة، متوسط عدد النقاط 25 نقطة، فكانت حاجة هلامية بصراحة. أنا مش عارف، وكنت بتناول بقى الزيرو تريد نفسه والمتاجرين، فكان الموضوع موضوع حلو، موضوع حلو جدا. ده كان رقم كام؟ ده كان 643، تمام. لكن انا وصلت طبعا من افضل 100 والكلام ده، حتى الاكونت ده تقريبا ما كملش. انا اعتقد ان الاكونت ده من الاكونتات اللي ما كملتش. لكن كان تجربه. هل تقدر تعمل عدد نقاط كتير؟ تقدر تعمل عدد نقاط كبير جدا، تمام. فهي دي الفكرة يا جماعة، اللي انت تعمل عدد نقاط كتير بس بصفقات قليلة، فاهم الموضوع؟ مش بصفقات، عذر، مش بعقود قليلة. فطبعا كون ان انت تعمل 25,000 نقطة في 8 اسابيع، يعني انت معدل بتتكلم في كل اسبوع بتعمل اكتر من 3,000 نقطة، كل اسبوع بتعمل 3,000 نقط. وبعد كده انا كنت وصلت ل 5,000 نقط كل اسبوع، فاهم؟ فتقدر تعمل عدد من النقاط كتير، تقدر تعمل، بس المخاطره كام؟ فاهم ايه المخاطره بقى؟ تفضل طول حياتك وطول عمرك في صفقات عايمه مخسراك، بس انت عمال بتعمل ارباح، عمال بتعمل ارباح. دي فكره كانت من الافكار، تمام. انا قلت لك الاكونت ده ما كملش، تمام. لكن في اكونتات تانية افضل منه عندي، طبعا في اكونتات تانية هنبقى نستعرضها مع حضراتكم، حاجات هلامية والله. الواحد كان بيعمل حاجات هلامية. يعني انت لما تيجي تقول لي في حد عمل 25,000 نقطة ولا 20,000 نقطة في 8 اسابيع، اقول لك نصاب. على طول اقول لك نصاب يا بيه، مفيش حد بيعمل الكلام ده. فسبحان الله، هي سيكولوجية متاجرة والله، هي الموضوع سيكولوجية متاجرة. مجرد ما ظبطت سيكولوجية المتاجرة هتكسر الدنيا وهتعمل حاجات كويسة جدا. بالتوفيق إن شاء الله.